دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح أحل معكم أسئلة المراجعة صفحة 58. أول شغلة، أول سؤال بحكي لك أرسم مثلث مختلف الأضلاع على ورقة مربعات ثم أسقط عمودا من رأسه على قاعدته. بنات اطلعوا، هيني أنا رسمت مثلث مختلف الأضلاع. إحنا كيف كنا شو اسمه كيف كنا نسقط عمود؟ أول إشي بروح بثبت عند نقطة معلومة خارجية عن القطعة المستقيمة وبرسم قوس يقطع القطعة المستقيمة التحت، بطلع عندي بنتج عندي نقطة ألف والنقطة باء. هسا بنفس فتحة الفرجار بروح شو بسوي؟ برسم قوس من ألف وبرسم قوس من باء. نقطة التقاطع تبعت القوسين بوصلها مع الرأس، بوصلها مع الرأس. تعالوا نتأكد انه صار عندي الزاوية 90. تسعين طلعت ولا ما طلعت 90؟ هيها. فإذا حلي لهنا السؤال الأول هيك. طيب. السؤال الثاني شو بحكي لك؟ بحكي لك ارسم قطعة مستقيمة ثم نصفها باستخدام المسطرة والفرجار. كيف طريقة تنصيف القطعة المستقيمة؟ أول إشي طريقة بفتح فتحة تكون أكبر من نص القطعة المستقيمة، برسم قوس فوق وقوس تحت من النقطة ألف، برجع من النقطة باء برسم قوس فوق وقوس تحت. هاي صار عندي نقطتين. ايش بسوي هدول النقطتين؟ بوصل بينهم، بوصل بين النقطتين. المفروض لما انا اوصل بين النقطتين ايش يطلع معي بنات؟ انه 4 سنتي مع 4 سنتي، لان القطعة المستقيمة 8. نيجي نتأكد، هاي 8 4 ب 4 4 ب 4. هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث شو بحكي؟ ارسم معين. المعين هو عبارة عن متوازي الأضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متساويين، فأنا رسمت معين. شو بحكي؟ نصف زوايا. فكيف رح أنصف الزوايا؟ رح أفتح فتحة مناسبة، هي تنصيف الزوايا، تمام؟ تنصيف الزوايا. ووصلي مدي شوي، هيها رح ارجع انصف الزاوية تحت كمان بنفس الفتحة، ما غيرت الفتحة. يعني شوفوا، هيو هاد نفسه وهاد. ووصلي بيناتهم، يجينا لهاي، هاي واحدة هان، هي شوي انعجقت الرسمة بس عادي، هسا بس تمحوها وتزبطوها بتنفع معاكم. وهاي هاي على الامتداد تبعها، تمام. آخر واحدة انتوا لما بكبروا الرسمه معاكم شوي بتزبط اكثر. ها وهيها، فطلعوا كيف طلعت معاكم الرسمه، زي كانكم بتحكوا شو، زي الطائره الطبقيه، المروح الطائره الورقيه بتطلع معاكم شكل هيك، بيطلع معاكم الشكل. فشو بتروحي بتسوي؟ بتلوني هاي المنطقه وهاي المنطقة وهاي المنطقة، بتلونيهم بثلاث ألوان. هلا السؤال الثالث شو بحكي لك؟ هذا السؤال مهم أنا بالنسبة إلي، طلعي عليه. هو عبارة عن متوازي أضلاع، متوازي أضلاع. بنات أول إشي بدي إياك تعرفي،
متوازي الأضلاع كل الزاويتين متقابلتين متساويتين، فمعناته قياس الزاوية ج يساوي قياس الزاوية أ، فمعناته الزاوية ج كاملة تساوي قد إيه؟ 80. معناته أنا رسمت دائرة داخل المثلث صح؟ فمعناته هاي الزاوية رح تكون قياسها 40 درجة وهاي 40 لأنه نصف. وشغلة ثانية بدي أحكي لك إياها، أنه القطر في متوازي الأضلاع بيعمل على تنصيف، هذا بسميه قطر. إيش تعريف القطر؟ هي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين، بين نقطتين غير متتاليتين. فمعناته ألف جيم هو عبارة عن قطر في متوازي الأضلاع. طب القطر بنصف للزاوية، فمعناته هاي 40 وهاي صارت 40. شغلة ثانية بدي إياك تعرفيها، أنه الأقطار في متوازي الأضلاع بتتعامد. إيش يعني بتتعامد؟ بتكون لي زاوية 90، بتكون لي زاوية 90. فإذا قياس الزاوية با واو جيم هاي 90 وهاي 90 وهاي 90 وهاي 90. فصار عندي هذا المثلث شايفينه في زاويتين معلومات اللي هي 40 والتسعين. فمعناته بحكي قياس الزاوية با كامل 180 ناقص 90 زائد 40. ليش؟ لأنه مجموع زوايا المثلث كم؟ 180 درجة. ف 180 ناقص 130 تطلع معاكي 50 درجة. تمام؟ هسا هاي القطعة مش قطعة مستقيمة واصلة من رأس المثلث إلى مركز الدائرة، فمعناته شو بتسوي؟ بتنصف لي المثلث هذا اللي أنتم شايفينه، بس هذا المثلث. فمعناته إذا كانت كاملة شو اسمها الزاوية هاي 50 كاملة، فمعناته س رح تكون قياس الزاوية س اللي هي 25 درجة. 25 درجة. هسا اجينا للسؤال الأخير، شو بحكي لك؟ ارسم دائرة داخل مثلث. صرنا رسمين أكثر من مرة دائرة داخل مثلث. كيف رح أرسم دائرة داخل مثلث؟ نصفت الزاوية ألف ونصفت الزاوية باء. نقطة تلاقي هم الثنتين، إيش سويت فيهم؟ وصلت نقطة اللي هم خطوط تبعت تنصيف الزوايا، وصلت بيناتهم، بعدين أنشأت عمود من النقطة هاي عليه، فتحت الفرجار فتحة نفس العمود عليه ورسمت الدائرة، ورسمت الدائرة. شوفوا الفتحة اللي فتحتها هيها، وبعدين رسمت الدائرة. فمعناته إيش بدك تسوي؟ أول إشي نصفي ألف وباء، أو ممكن تنصفي باء وجيم، يعني الزاوية باء الزاوية جيم، يعني مش بس الزاوية ألف وباء زي ما أنا سويت. فبنات هيك بنكون إحنا حلينا أسئلة المراجعة. هلا رح أحل معاكم اللي هو اختبار ذاتي. بحكي لك ارسم قطعة مستقيمة، حدد نقطة عليها وسميها باء، تمام؟ ثم أنشئ عمود من باء على القطعة المستقيمة باستخدام المسطرة والفرجار. طلعوا كيف؟ بفتح فتحة مناسبة وبرسم قوس بحيث يقطع مين؟ القطعة المستقيمة. سميهم سين صاد عين لام اللي بدك اياه، ما في مشكلة. سين صاد هني سميتهم. بعدين رح أغير فتحة الفرجار بنات، تمام؟ وبرسم قوس من سين وقوس من صاد بنفس الفتحة. نتأكد بس إنه إحنا فتحنا الفرجار فتحة. هيا شوفوا، بس لأنه أنا مال معاي الفرجار. نرجع. فتحت فتحة، غيرت الفتحة. كيف رح أتأكد هيها تغيرت؟ تمام؟ فمعناته رح أرسم من سين قوس ومن صاد قوس، تمام؟ وإيش بسوي بيناتهم؟ بوصل بينهم. أنت ممكن تسويها لأسفل، ممكن تسويها لأعلى. بدك تتأكدي أنها 90 طلعت، هيها طلعت معاي 90 درجة، تمام؟ السؤال الثاني شو بحكي؟ بحكي لك أرسم مثلثا مختلف الأضلاع ثم نصف إحدى زوايا. رسمت أي مثلث مختلف الأضلاع رح أنصف إحدى زوايا، هيها ألف باء، تمام؟ بعدين من النقطة ألف شو بسوي؟ برسم قوس، ومن النقطة باء برجع برسم قوس، وإيش بسوي؟ بوصل
بينهم. بوصل بينهم. حلي صح؟ لا. ليش؟ لأنه فتحة الفرجار معاي تغيرت، فتحة الفرجار تغيرت. أنا ما رح يفرق هون. ومن باء هيها وبوصل هيو بينهم. تمام؟ هيها تنصفت الزاوية عندي. هسا السؤال اللي بعد السؤال الثالث شوفوا شو بيحكي. معتمدا الشكل المجاور، ماشي؟ بحكي لك اوجد قياس الزاوية س. اول شغلة عندك الشكل هذا عبارة عن مستطيل، فمعناته قياس زواياه كاملة قد ايه رح تكون؟ 90 90 90. ليه؟ لأنه أنا بعرف أنه زواياه قائمة للمستطيل، فمعناته الزاوية ألف 90، الزاوية دال 90، الزاوية جيم 90، والزاوية باء 90. هسا أنا القطعة المستقيمة الواصلة من رأس لمنتصف الدائرة المثلث، فمعناتها تنصف، فمعناته شو صارت عندي الزاوية باء؟ صارت عندي الزاوية باء 45 ب 45، لأنها هاي تنصفها، فمعناته 45 و45، فمعناته قياس الزاوية ميم باء ألف هاي 45. طب قياس الزاوية ميم أو اللي هي سين طالبها، مش معناته أنا بعرف إنه مجموع زوايا المثلث 180 درجة، فمعناته شو رح يكون؟ رح يكون 180 ناقص بين أقواس اللي هي 20 زائد 45، تطلع معك الزاوية س. فمعناته 180 ناقص 65 تطلع معك 115. 115. اجينا ل آخر وحدة. شو بحكي؟ جبت قيمة س في الشكل المجاور مبررا إجابتك. طب أنا بعرف علما بأن م مركز الدائرة المرسوم داخل المثلث ألف باء جيم. أنا بعرف بنات أنه الدائرة أنا لما باجي برسمها لازم أنصف الزوايا، لازم أنصف الزوايا. بعرف أنا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، 180 درجة، صح ولا مش صح؟ طيب هلا اطلعي عليه. أول إشي 180 ناقص 130، من وين جبت 180 ناقص 40 زائد 90؟ معطيكي هاي الزاوية وهاي 90، فمعناته 180 ناقص 130 فبتطلع معاكي 50. هاي القطعة المستقيمة نصفت للزاوية ألف، الزاوية ألف كاملة 50، بس أنا ما بدي الزاوية ألف كاملة، بدي إيش؟ بس اللي هي نص ألف، فمعناته 25 25. كيف عرفت؟ لأنه القطعة المستقيمة الواصلة من رأس المثلث لمركز الدائرة تنصف الدائرة، تنصف الدائرة. بنات هيك إحنا نكون خلصنا أسئلة المراجعة واختبار ذاتي، فيعطيكم العافية وادرسوا المادة كويس.